عسلامة، مرحبا بكم. اسم بي يسار رحمة، سوق جديد. شركتنا متكونة من 65 منخرط، منهم 15 امرأة فلاحة. الشركة متاعتنا عندها برشا خدمات توفرهم للفلاحة متاعينها، من أهمهم أنها تبيع الدويات، الأسمدة، الإرشاد الفلاحي، خاطر المنطقة متاعتنا كما تعرف الناس الكل سوق جديد عندها فلاحة ممتازة ومتنوعة. كذلك من الخدمات ذكرت بيع الأسمدة والأدوية، كذلك بيع الأعلاف، ومؤخرا معنا عدنا زاد الميكنة موفرينها للفلاحة متاعتنا لاستغلالها. مؤخرا زاد قدمنا في مطلب استغلال الفريجو، وتمكننا من كراء الفريجو من عند الدولة. الغاية الأساسية متاع التكون متاع التعاونية هو الضغط على التكلفة متاع الفلاح، على خاطر الأسعار مشطة بالنسبة للفلاح الكل. عملوا مجموعة هذه باش يعملوا التعاونية هذه باش يضغطوا على التكلفة متاعتهم، على خاطر المربوح متاع الفلاح هو في الضغط على التكلفة أول حاجة، وزيد الإرشاد الفلاحي من قبل المهندسة اللي معناها الموجودة في التعاونية. بالنسبة للتصرف المالي والإداري للتعاونية الشركة، هي متكونة من 6 أعضاء. كل عام نعملوا جلسة عامة، ومعناها كل مرة نعملوا جلسة محضر جلسة في أي حاجة تصير، يعملوا محضر جلسة ويقدموها كل. بالنسبة للمنخرطين عندهم معناها الناس كل تسمع في الجلسة العامة بأي إشكالية ولا أي حاجة. بالنسبة للتنظيم المالي عندنا كونتابلي كوميسيرو كونت هو اللي يقوم بالعملية دي. والله قبل ما كانوش الحق الفلاحة البيولوجية، ما كانتش حتى الفكرة متاعتها ما كانتش متواجدة. كي تواجدت التعاونية معناها فما عدنا مع عصرة في الرقاب بيولوجية، عملنا تعاقد معاها وخدموا الفلاحة الفلاحة البيولوجية، وزيد بدت مع الجي زيد يعملوا في فورماسيون على الفلاحة البيولوجية. معناها فما ناس تحب تعمل الفلاحة البيولوجية، خاصة في الزيتون والفستق واللوز، معناها فما مخطط أعمال جديد. الشركة التعاونية من قبل معناها كانت تأسست وحدها، معناها صحيح الفلاحة والأعضاء مجلس الإدارة ما عندهمش دراية برشا باللي معناها كيف يتعاملوا مع التعاونيات الأخرين وكل، بما أنه خاطر ما خرجوش ما شافوش وكل. كي جت الجي زيد عاونتهم، عملت دي فورماسيون، عملت معناها حددت كل سيرفيس قديه التكلفة متاعته بالنسبة للشركة، شكون أكثر سيرفيس يقدم خدمات وشكون اللي معناها رابحين فيه وكل. من خلال السيرفيس اللي قدمته معناها اللي عارفوه اللي هو يوفر أكثر فلوس ومعناها مستحقينه الفلاحة وكل، عملوا مخطط أعمال وعملوا معناها دي فورماسيون اخرين في مثال كيما في التصرف المالي والاداري، الكالكيل دوكو كيف الكل سيرفيس معناها تقدمه الشركه. هذاك معناها عاونتنا الجي زيد، الى جانب الحق الماتريال اللي اعطاته الجي زيد للشركه. نحب نشكرهم بالمناسبه، ونشكر زاد اداره الفلاحه على خاطر عاونتنا برشا وكانت سند للتعاونيه باش انهم توفرت الماتريال هذايا وقدموا الحق خير من قبل. معناها ما كانوش هما اصلا متصورين ان معناها المنخرطين انهم يوصلوا للوضعيه هذه، وان شاء الله نوصلوا احسن. الفلاحه اللي نتعاملوا معاها في سوق جديد، خاطر هي راهي برشا انشطه فيها، معناها فما الاربوريكلتير، فما الكلتير ماريشير، فما للفاج، معناها متوفر الانشطه الكل. فما الكوليكت نتاع الحليب، عملنا معناها سيرفيس نتاع كوليكت نتاع حليب، عملنا الفريجو هذايا، عدنا انتاج مصلي عن بي، معناها متوفر الانتاج، لكن المشكل انه نحن ما عندناش تسويق. عملنا الفريجو هذايا باش نعملوا التسويق نتاعنا، صحيح نحن تحصلنا ان خذينا الفريجو كل، اما بقى ناقص ليكيبمون نتاعو، ناقص وكل. والحق الفلاحه ما همش اللي خاطر كلهم صغار فلاحين، هما ما عندهمش معناها التمويل باش انهم يجيبوا وحدهم يمولوا، خاطر الفريجو معناها الكاباسيتي نتاعو نتاع 400 طرناطه كيك، ومعناها وزاد معناها نجم نقولوا 80% انه هو يخدم على العام كامل. معناها خاطر نحنا كيما قلت لك عندنا انشطه متعدده، وزيد عندنا
الرقيب والقصرين قراب، وكل نجم يجيبوا زاد يخزنوا سلعتهم. عاد معناها اهم حاجه عندنا هو الفريجو. الفريجو اذا نحن عملنا ليكيبمون تاعه وكل، معناها نتصور اني 70% من مشاكل الفلاحه باش تتحل، خاطر نحن التسويق نتاعنا ما عندناش تسويق به. الفريجو معناها باش يحل برشا مشاكل نتاع الفلاحه، من اهمها انه الفلاح كي يجي يخزن يلقى وين يخزن السلعه نتاعته، خاصه معناها سيرتو نحن عندنا كميات هامه نتاع البطاطا، يوصل انه ما يلقاش وين يخزن البطاطا نتاعته، ساعات يخزنها تحت الشجر وكل تفسد. فهمت، نحن كي حلينا الفريجو الناس كلها باش تجي تخزن البطاطا نتاعها باش من بعد تستغلها، والا حتى اي حاجه اخرى مثال البصل اي حاجه اخرى. معناها مع الجي زاد عملنا بلاتفورم وعملنا مع تعاونيه اخرى الاتحاد في سيدي بوزيد، زاد عاونونا هما، ونحبوا نعملوا سونتر دو كوليكت في سوق جديد نتاع تعاونيه الرحمه. في البلاتفورم مع الجي زاد تمكنت تعاونيه الرحمه بالتعرف على تعاونيه الاتحاد اللي هي السيرفيس نتاعها الكوليكت نتاع الحليب. بفضل تعاونيه الاتحاد اعطتنا معناها فلوس باش ان نشرو بقر باش نعطوهم للفلاحه نتاعنا المنخرطين، ونعملوا الكوليكت نتاع الحليب نتاع الفلاحه هذوكم ونهزوهم للاتحاد يوميا معناها.